بالشات فوق او تحت عندك من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك المايك. طيب انا هعمل شير سكرين. هو في حد بيسأل هل البيم بيعمل سبورت ال 4D بيم؟ هو البيم الريفت بيعمل الموديل الاساسي، ومن خلال الموديل الاساسي دوت بنقدر ان احنا نعمل ال 4D. يعني برامج ال 4D ما بتعملش الموديل، هو لازم ياخد الموديل جاهز من اي برنامج من البرامج اللي بتعمل الموديل بيم. فلو انا عايز اعمل 4D لازم يكون في حد بيعمل موديل، يا اما انا اعمله يا اما بخلي حد يعمله وانا اكون مسؤول عن موضوع ال 4D. طيب ان شاء الله هنتكلم النهارده عن ربط البيم بجزئيه الا وهي السستينابيلتي والطاقه، وازاي ان البيم ممكن يفيدني في ان انا اعمل مباني صديقه للبيئه ومباني مستديمه. بدايه اعرفكم بنفسي، انا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم اريبيا وشغال بيم مانجر، وعندي شركه خاصه بيا في موضوع البيم والسستينابيلتي وان احنا نربط مع البلاننج. عضو في الاي بي بي اس اي انترناشونال بيلدينج بيرفورمانس سيموليشن ستيشن، وعضو في مهندسون من اجل مصر المستدامه. كنت باحث سابق في جامعه قطر، والحمد لله اشتغلت في مشاريع كتيره جدا سواء في مصر او في قطر او امارات السعوديه، وفي بعض المشاريع في اوروبا. واغلب المشاريع دي كان الواحد بيركز على ان هو يعمل مباني صديقه للبيئه، ان هو المبنى اللي احنا نعمله اي حد يقعد فيه يبقى قاعد مش حاسس باي مشاكل، ما عندوش مشاكل في الراحه الحراريه، ما عندوش اي مشاكل. يعني المباني ممكن تسبب امراض، في امراض كتيره جدا سواء امراض نفسيه او امراض عضويه بسبب ان احنا نقعد في المباني فتره طويله، وبالذات لما حصل كوفيد 19 واضطرينا ان احنا نقعد في البيوت فتره طويله، اكتشفنا ان البيوت بتاعتنا ما كانتش مصممه كده. البيوت بتاعتنا مش مصممه كده، البيوت مصممه ان انا اجي انام، جاي من شغل تعبان انام. فلما قعدنا فيها اكتشفنا الاناره ضعيفه، ففي مشاكل في البصر، التهويه فيها مشاكل. طيب دي صوره ليا، واحنا كنا بنجرب الفيرشوال رياليتي، المبنى موجود في البيم وبنجرب ان احنا نمشي جوه المبنى، وصدقا كل مهندس جرب يلبس بس النظاره ديت اكتشف مشاكل. فالموضوع ما كانش موضه، او الموضوع لا، الموضوع ان انت بتكتشف المشاكل من خلال بيم قبل ما المبنى يبداوا يفكروا ان هم يبنوا. طيب ايه هو الاستدامه؟ طبعا تعريف كتيره جدا اشهرها هو مقابله احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة. يعني أنا ممكن أبني المبنى ده بمية طن، لكن لو أنا مش مصمم صح أو ما عنديش المعلومات الكافية، ممكن إن أنا أعمل هدر للمواد ديت فأستهلك مواد أكتر، فأستهلك من حق الأجيال القادمة. فدي المشكلة. طيب الفوائد البيئية على المستوى العالمي، القطاع البناء من أكتر القطاعات المسؤولة عن غازات الاحتباس الحراري، فهو مسؤول ان هو يحل المشاكل ديت. كميه الانبعاثات رهيبه جدا، 84 جيجا طن من غاز ثاني اكسيد الكربون لحد سنه 2050. فاحنا عايزين ازاي نقلل المشاكل بتاعه الكربون، وازاي ان احنا نعمل حاجه صديقه للبيئه، وازاي ان احنا نعتمد على الطاقه الشمسيه، وازاي ان احنا نوفر 50% من الطاقه ومن الميه ومن كل حاجه. ففي شهاده مثلا الجرين ستار اللي هي موجوده في استراليا اثبتت ان انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجه من المباني اللي هي المباني الخضراء المباني المستدامه اقل بنسبه 62%، واستهلاكها للميه اقل من 51%. تمام، وده نفس الكلام اللي موجود في الليد وموجود في البريم وموجود في الهرم الاخضر، ان مجرد ان انت تعمل مبنى صديق للبيئه ده بيقلل لك التكلفه اللي هي اثناء التشغيل. فالابنيه الخضراء المعتمده من مجلس البناء الاخضر الهندي وفرت طاقه من 50 ل 40% من الطاقه، ومن الميه من 20 ل 30. تمام، وفي دول اكتر من كده بكتير، في دول وصلت ل 90%.
تمام. طيب ايه الفكره ان احنا نعمل المبنى الصدام؟ هنقلل استهلاك الطاقه، هنقلل استهلاك الميه، هنقلل التاثير بتاع الكربون، هنقلل الهدر، وكل الحاجات دي من غير ما يكون اللي موجود في المبنى متضرر. لا، احنا بنعمل له حاجه يكون قاعد مستريح ويكون قاعد مبسوط. ممكن انت تصمم المبنى وبعد ما الناس تسكن فيه بعدها فتره طويله تكتشف المشاكل من خلال الاستخدام بتاع الناس، يبداوا يقول لك مشاكل، زي ما حصل مثلا في احد الدول امبارح ان هم صمموا كوبري او جسر وحصل مشاكل كتيره، لان التصميم لما اتنفذ وبدات العربيات تمشي فيه اكتشفوا مشاكل. بينما في تولز كتيره موجوده في البيم بتقدر تنبهني ليه المشاكل دي من قبل ما افكر ان انا ابعت اي حفار او ابعت اي اجهزه الموقع، ببدا اكتشف ان هتحصل مشاكل اثناء التشغيل، بيعمل سيموليشن وتاكد من المشاكل. فلما بنعمل مباني صديقه للبيئه ده بيأثر على البيئه، بنهتم جدا ان احنا ما نعملش هدر البيئه، ما نعملش استهلاك اكتر للحاجه، بنحسن جوده الميه والهواء اللي موجوده. انا مثلا كنت شغال فتره في شركه، وشركه مهتمه جدا بالاستدامه، بس احنا مش احنا اللي بنين المكان، احنا مأجرينه، ففوجئنا ان مفيش ولا شباك في المبنى، كله معتمد ان واجهه ازاز، وطبعا جميل جدا وشكله جدا، والمصمم طبعا بنسقف له، لكن اللي هيسكنوا في المكان ده او هيشتغلوا فيها هيصابوا بالامراض. فيعني عشان احنا مهتمين بموضوع الاستدامه، فحد معانا مهندس الرمياء اهتمت بالموضوع وقاست جوده الهواء والتي سيئه جدا، ممكن تاثر على الصحه للناس اللي موجوده، لان طبعا بيشتغل 10 ساعات اقل حاجه. فعملنا حلول وجربنا حلول واكتشفنا افضل حل ان احنا نجيب نباتات، فالنباتات كانت بتحسن الهواء. طبعا مش اي نباتات، ودراسات واختيار للنباتات اللي تناسب الجو، كل بلد بيبقى ليها حاجات مناسبه ليها. فاحنا بنأثر برضو على موضوع الاقتصاد، لان احنا بنقلل الهدر، بنقلل الاستهلاك. يعني المبنى صديق البيئه هو اوتوماتيك معمول ان انت ما تحتاجش ان انت تشغل الاناره بالليل بالنهار، ومش مضطر ان انت تشغل التكييف. في شويه افكار لذيذه جدا، الافكار دي مش انا اللي مخترعها، الافكار دي درسناها على ايد اساتذتنا وموجوده من الاف السنين. يعني اللي يروح مصر مثلا ويخش على المباني الاثريه، انا حاليا شغال في بعض المباني الاثريه في مصر، بعمل تحليل ليها بحيث نثبت عمليا مش بمجرد الكلام، من خلال عملنا ليزر سكان وشفنا ليه المباني لو حد راح شارع المعز، وده اكبر مكان، اكبر شارع اثري طويل جدا، ده يعني مبني من ايام الفاطميين، يعني من تقريبا ما يقارب 1000 سنه. ف ان تدخل مبنى مثلا تحس بالراحه، مش محتاج تشغل تكييف، يعني يعني نتيجه لبعض الافكار زي مثلا الحيط بيبقى سميك، الفتحات اللي موجوده مدروسه بعنايه، الحاجات دي كلها. في مبنى فيهم مثلا الحساس فيه بالحر، هو كان معمول ان هو زي حمام، الناس بتدخل حمام تركي او كده، الناس فده اوتوماتيك من خلال التصميم بتحس بالحر، مجرد ان انت تدخله من غير لا اجهزه ولا بتاع، بتحس فعلا ان انت داخل حمام، رغم ان هو مش شغال بقاله مثلا 400 سنه ولا حاجه. تمام. فاحنا الطاقه بيبقى ليها حلول بنقدر ان احنا نشتغل عليها، والميه برضو بنوجد لها حلول، مش هنقول لكم ما تستحموش ولا ما تشربوش ولا اي حاجه من الحاجات دي، لكن بيبقى في افكار معينه وفي اجهزه معينه بتقدر ان هي تقلل استهلاك الميه. الماتيريال بنبدا نختار المواد اللي هي اقل تاثيرا على البيئه، وده كله ده بنربطه او بنحسنه من خلال البيم. هو البيم مش هنتكلم عليه كتير لان كنت اتكلمت عليه. البيم هو بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا ادير معلومات البناء، ان انا بعمل موديل مطابق للمبنى اللي هيتبني، فببقى شايف كل المشاكل قبل ما ابدا في المشروع. طيب البيم هيساعدني على اتخاذ القرار، هيساعدني ان انا لو بعمل مثلا ريتنج سيستم زي الليد او الليد بتاع امريكا او البريم اللي هو في بريطانيا او الهرم الاخضر في مصر. والهرم الاخضر في مصر يعني في مزايا مش موجوده في ولا ميزه من الاكواد بتاعه الاستدامه، الا هو ان هو بيدي درجات على البيم. يعني لو انا هشتغل بيم بيديني درجتين، لو هشتغل بيم مع استدامه بيديني 3 درجات، لو استدام مع اداره المبنى
تمام. وده حاجه يعني ممتازه وشغلنا فيها كتير، موضوع الفاسيلتي مانجمنت دوت، ان احنا نعمل دور ندير المبنى بشكل حلو وبشكل نتنبأ بالمشاكل اللي بتحصل من خلال ان احنا بنعمل حاجه اسمها توأم رقمي بتاخد 4 درجات، فهو بالنسبه لنا حاجه ممتازه جدا. البيم بيفيدنا تاني ان احنا ممكن نعمل 3D فيجوال انفورميشن، بنعمل نمذجه للمعلومات بحيث ان انت تبقى شايفها، بنقدر نعمل كوربريشن بين كل الاقسام المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل الحاجات. طيب الموضوع البيم والاستدامه والربط بينهم الحاجات ديت بيبقى ماشي معايا طول مراحل المشروع، يعني قبل ما افكر في المشروع بفكر في موضوع البيم والاستدامه وانا شغال في مرحله الكونستراكشن الاوبريشن بيلدينج كل حاجه، انا شغال مع البيم بعمل موديل المبدئي واشوف الاستدامه هتبقى عامله ازاي. فمن مرحله البري ديزاين ببقى برضو مشغل بيم، مرحله الديزاين بعمل كوردينيشن وفيجواليزيشن وبعمل بيرفورمانس اناليسيس عشان اتاكد ان المبنى بتاعي هيكون صديق للبيئه ومش هيسبب مشاكل للناس اللي موجوده ولا هيعمل هدر للمواد. في مرحلة الكونستراكشن ببدأ أتأكد من الشغل بتاعي هيبقى فعلا هيوفر، بنشوف موضوع الصوت بنعمل الأناليسيز ليه، موضوع التشغيل نفسه، ودي أكتر حاجة ممكن توفر معايا لأن ده بتبقى فترة طويلة من الزمن، فببدأ أراقب الاستهلاك بحيث لو في حصل أي مشكلة أو أي حاجة اقدر اتاكد من موضوع الاستهلاك قد ايه، التاثير بتاع الكربون. طيب فكره الموضوع الربط بين البيم والاستدامه ان انا بعمل موديل بيم، الموديل بيم ده بقدر اعمل اناليسز بجميع انواعه بسوفت وير كتيره جدا، اغلب السوفت وير دي كانت موجوده اصلا من قبل البيم بس كان بياخد وقت كتير جدا عشان اشتغل عليه، دلوقتي لا خلاص انا باخد الموديل بيم واروح مدخله على البرنامج فكده انا قطعت 90% من الشغل مجرد ان انا ببدا اعمل اناليسز عليه، فبقدر اعمل اناليسز للفلو وللمناخ وللايف سايكل واللايتنج والشادو والسولار وكل الحاجات دي. ده مثلا موديل بيم اهوت، بنعمل المبنى وبعد كده بنعمل الاوبننج وبنستعين ببعض الحاجات اللي تعمل جنريتيف ديزاين بحيث ان هو يبدا يعمل كذا تصميم لوحده وياكد لي افضل تصميم ممكن اشتغل عليه. يعني انا يعني زمان كنت مثلا ممكن اعمل تصميم او ثلاثه بالطرق اللي هي المانوال او الاوتوكاد، انما لما بدانا نشتغل بالبيم فممكن اعمل 50 تصميم في وقت اقل من اللي كنت بعمل فيه تصميمين. ليه؟ لان انا بعمل الواحد بس ديزاين بسيط كده وببدا اقول له طب افترض فتحات، طب افترض اطوال مختلفه واعمل اناليسيز وشوف له. والكلام ده ممكن يتم برضو لموضوع المدن، بعمل اناليسيز للحراره وللرياح وكل حاجه، حتى ممكن للرؤيه البصريه لو انا واقف هنا هقدر اشوف الحاجات الموجوده الناحيه دي مثلا زي لما يكون في بحر مثلا. طيب بندخل في البيم كل المعلومات اللي اقدر ان انا ادخلها، ممكن يكون في معلومه ناقصه خلاص مفيش مشكله بعمل ران بس ببقى عارف ان لو المعلومه دي موجوده هيبقى الموديل بتاعي اقرب للواقع، فبدخل مثلا الاوبننج الماتيريال اللوكيشن طبعا مهم جدا لان انا لو بعمل المبنى ده في لندن غير لما اعمله في الكويت درجه الحراره مختلفه جدا والحسابات كلها بتختلف تماما، يعني ما ينفعش اخد مبنى موجود في السكيمو واوديه اي دولة فيها درجة حرارة جديدة يعني. وبعد كده هو بقى بيطلع لي الهيتنج اند كولينج لود، بيطلع لي الدي لايت، بيطلع لي شادنج ديزاين، اللايتنج ديزاين، بيطلع لي الليد انتجريشن تولز، الانرجي ستار، الاكواد دي يبدا يتاكد لي هل هي فعلا موجودة ولا لا. فطول ما انا بغذيه بمعلومات هو يبدا يطلع لي الحاجات اللي تبقى كويسة. بندخل له مثلا الوزر داتا، ده ملف صغير بيبقى فيه كل الداتا الخاصه بالمدينه، فهو بيقدر يقرا الرياح والظلال والتوجيه بتاع الشمس كل حاجه، وعلى اساسها يبدا يعمل لي اناليسز للرياح او الشادو وهكذا. دي مثلا بعض الحاجات بعد ما عملنا المبنى بنبدا نشوف الاناليسز لكل حاجه. بنحاول ان احنا نوصل للباسيف ديزاين، الا هو ان المبنى ما يكونش بيستهلك طاقة، هو بيولد الطاقة اللي هو محتاجها، يعني مثلا الطاقة الشمسية بتبدأ ان هي تكون بديلة تماما عن الطاقة، يعني بحيث ان هو يعني نفترض كده ان هو متحاصر ما يحتاجش اي طاقة من بره، هي دي الفكرة، ان هو ما بيستهلكش
بالعكس هو لما بيكون متوصل بالشبكة بتاعت البلد هو اللي بيديها الكهرباء، تمام. ومن الدول الرائدة في موضوع الطاقة الشمسية ده الأردن، ومصر برضو مهتمية بموضوع الطاقة الشمسية. احنا لو اي دولة عربية عملت طاقة شمسية زي المانيا هتولد طاقة تكفي الكوكب كله. يعني دولة واحدة بس تعمل، المانيا من دول اللي هي رغم ان ما عندهاش الشمس اللي عندنا لكن هي بتصدر دلوقتي طاقة من خلال طاقة الشمس وطاقة الرياح. ده مثال مثلا عملنا مبنى ودخلناه، وطبعا ساعات بنبدأ مثلا ببرنامج بسيط بيعمل شكل الخارجي بس كده، وبعد كده بنبدأ نعمل شوية اناليسيز. هنا بقى كل الغرف بدأنا ان احنا نعملها، في الاول كان شكل للمبنى من بره، لا كل غرفة بحيث ان كل غرفة يبدأ يديني المعلومات بتاعتها، هل الانارة اللي داخلة لها الطبيعية دي انارة كافية ولا لا، ولا في اماكن مش واصلة لها انارة طبيعية. بنلاقي عندنا برامج كتيرة زي برنامج مثلا الريفت، الاركيكاد، الراينو، كل البرامج دي بتعمل بيم موديل، انما اللي بيعمل انرجي اناليسيز بنلاقي عندنا اهم واحد فيهم ديزاين بيلدر، ده خطير، ده انا على طول بشتغل بيه اهوت. ده فعلا بيعمل لي اناليسيز حاجات كتير قوي. بنلاقي عندي انرجي بلس، ده اوبن سورس، اي اس اوبن ستوديو، دي سيم، وهكذا. بنلاقي عندنا بعض البرامج اللي بتساعدني في ان انا اعمل جنريتيف ديزاين زي الداينامو والجراس هوبر. الداينامو بيشتغل في الريفت، الجراس هوبر ده بيشتغل جوه الراينو. بس المهم ان السوفت وير مش هو المهم، المهم العقليه نفسها، ما حدش يركز على موضوع السوفت وير. فاحنا بنحدد الانفورميشن اللي احنا محتاجينها في البرنامج، وبعد كده بنعمل اناليسيس، فبنعمل موديل وبعد كده سيموليشن فيجواليزيشن، وبعد كده نقدر نطلع اي اناليسيس احنا عايزينه. نقدر نعمل سام باس بسهوله شديده جدا، ونقدر نعملها حتى فيديو، ونقدر ندرس مثلا لو انا عملت الواجهه كلها ازاز هيبقى التاثير عامل ازاي، واستهلاك الطاقه هيبقى عامل ازاي، طب لو عملت نص ازاز، طب لو عملت 10%، ونبدا نشوف اني افضل. وده مثلا ده مثال لان انا بعمل براماتيك، اول ما بعدل حاجه، طب لو عملت شادنج، لو عملت مظله على الشباك هتبقى عامله ازاي، طب لو كبرت الشباك، طب لو قسمت شباك لشباكين هيبقى التأثير عامل ازاي. ده بنعمل هيتنج اند كولينج، التكييف لكل حاجه. هنا بنبدا ندي الجنريتيف ديزاين، بيقول له انا عايز اعمل تصمم مبنى، فبيديني الاف الاشكال، بقول له لا ده انا عايز الشكل مثلا يكون مساحته كذا، لا ده فيه صفات كذا، طب انا عايزه ما يكونش اطول من كذا، فببدا اقلل الاقتراحات اللي بيديها لي بحيث يبقى اقل عدد ممكن اللي اقدر اشتغل عليه، بدل من 100 ممكن يبداوا مثلا يبقوا 2 3 اشتغل عليه. ده مثلا مثال في برنامج اسمه انسايت 360، ده برده بنشتغل عليه اساسي بالنسبه لنا، موجود جوه الريفت. بنقدر نعمل اناليسيس بحيث نشوف استهلاك الطاقه قد ايه. يعني كان في مبنى مثلا كان استهلاك الطاقه قدرنا نقلله للربع من خلال ان احنا بدانا نحدد ايه الماتيريال اللي هنشتغل عليها وايه الحلول اللي احنا هنشتغل عليها، ونقدر نعمل منه سولار اناليسيس ولايت اناليسيس. كل البرامج دي مشروحه بالتفصيل على بيم اريبيا. الجرين بيلدينج ستوديو ده برضو برنامج، مجرد بترفع على الموديل فبيبدا يجيب لك اناليسيس للاستهلاك. مجرد بس ان انت ترسم الشكل الاساسي للمبنى تقدر تاخد المعلومات اللي انت محتاجها للمبنى. طبعا بندخل الماتيريال مظبوط، اي ماتيريال موجوده في الريفت بيبقى ليها ثيرمال وبيبقى ليها فيزيك، تقدر تدخل اليو فاليو وتدخل كل المعلومات الخاصه بالاستدامه. ده تولز برضو بنستخدمها عشان نحدد هل في اماكن مش وصل لها اناره طبيعيه ولا لا، وفي بعض الادوات بنشوف هل الاناره الصناعيه كافيه ولا محتاج ان انا ازود ولا اقلل ولا. وجميل ان برنامج مثلا زي برنامج الدايلكس ده من ضمن البرامج اللي بعمل عليها تحليل للاناره، مرتبط واقدر اخد المعلومات من اي برنامج من برامج البيم وادخلها على دايلكس وارجع بيها تاني على البرنامج البيم تاني. دي امثله للري لايت، ده برنامج
الديزاين بيلدنج هنتكلم عنه بالتفصيل. البرنامج التالي ده خاص بالماتيريال، بحيث انه يقول لي هل الماتيريال دي مفيده ولا لا، ولا هتعمل تاثير سيء على البيئه. برنامج الاركيكاد هو برنامج قوي جدا من البرامج الحلوه اللي بتعمل موديل، جواه بنلاقي ادوات خاصه بتحليل الاستدامه، فيقدر يقول لي هل فعلا انحات الاستدامه ولا لا. ده برنامج انفرا ووركس بيقدر يقول لي لو انا لسه ما حددتش ارض، اني ارض انسب ليا اقدر اخد بيها نقاط في الاستدامه. برنامج الفزاري لكن هو للاسف وقف. برنامج السي اف دي بنحلل بيها الهواء سرعته والحاجات دي كلها، لو حصل دخان هتبقى كويسه ولا لا، لو عن سبلاي وريتيرن التوزيع بتاعهم الافضل ايه. ده برنامج انسيس، ده برنامج حلو قوي لتحليل السي اف دي. ده مثلا متحف قطر تحليل جزء منه، اهم جزء منه ده اللي بذلنا فيه جهد عشان نعمله تحليل كويس. برنامج اي اس بيعمل انرجي اناليسيس بشكل قوي، بيعمل لمودن كمان بحيث ان انت تتاكد ان المباني هل ارتفاعها كويس ولا لا. انت ممكن تعمل التصميم بتاع المدينه وبعد 5 سنين تكتشف المشاكل وتتجنبها في التصميم اللي بعد كده، او تستخدم الفكر بتاع البيم زي ما احنا بنعمل وتكتشف المشاكل وانت بتصمم قبل ما تبدا تبني في المدينه. ده برنامج دايلكس اللي احنا اتكلمنا عنه، ده مثال للشغل. الاصدارات الحديثه احسن من كده كمان، الاصدار اللي معايا اصدار حديث فاحسن من كده كمان. هنا بنعمل تحليل للاناره طوال اليوم. برنامج الراينو جراسوبر بنستخدمهم لان هم فيهم شويه تولز كويسه جدا لموضوع الاستدامه زي ما شفنا مع بعض، زي مثلا الليدي باج تقدر تعمل لي اناليسيس للوزر داتا، الاناليسيس للجيومتري، واتكلمنا عنهم في بيم اريبيا، وباتر فلاي للسي اف دي هيمشي ازاي، الهاني بي وديفا ده بيعمل برضو الإنارة والدي لايت والليت كومبلاينس. الديزاين بيلدر ده التوب بتاع البرامج، أنا بحب استخدمه. إيكويست برضو من البرامج بتعمل دي لايت. انفيميت ده برضو لو حد بيتكلم على أناليسيس للموديل. ده مثلا امتداد اكس ام ال، لو انت اشتغلت باي برامج، برامج البيم تقدر تاخد المعلومات وتدخلها على البرامج بتاعه الانرجي او برامج الاستدامه، وبيقبل هو البرامج الاستدامه كلها بتقبل اكس ام ال دلوقتي. دي كل البرامج بتقبل جي بي اكس ام ال، تقريبا كل البرامج بلا استثناء بدات تشتغل على موضوع الاستدامه. مدينة مصدر في الإمارات من المدن اللي اتعمل بشكل حلو في موضوع الاستدامة، اتعمل لها أناليسيس كويس، اتعمل توفر مية، توفر الطاقة، مبقاش فيه استهلاك العادي، مفيش تلوث. ده كتاب خاص باستخدام البيم في العمارة الخضراء، ودي بعض الفيديوهات الخاصة بالاستدامة إن شاء الله هشاركها معاكم. تمام، وده الإيميل بتاعي والتليفون لو حد عنده أي استفسار. طيب لو حد عنده اي استفسار او اي اسئله. يعطيك العافيه. عندي سؤال بخصوص تكلمت عن موضوع استخدام الطاقه الشمسيه، كلمه موجوده بعد المانيا صح؟ اه بسبب عدم استخدامها الواسع في الدول العربيه. استخدامها في الدول العربيه؟ اي ليش ما تستخدم كثره في الدول العربيه؟ والله الواحد محتار يجاوب السؤال ده ازاي، لان مثلا في دول مثلا في دول مثلا زي مثلا يعني لبنان وسوريا، يعني ربنا يفك ازمتهم، عندهم مشكله ان الاناره بتيجي مثلا ساعه واحده في اليوم او ساعتين في اليوم الكهرباء، فليه ما يعتمدوش على الطاقه الشمسيه؟ ده اللي انا لازم كلنا نتجه لموضوع الطاقه الشمسيه، يعني كل الدول تتجه للطاقه الشمسيه. السعوديه حاليا بدا في اتجاه لموضوع الطاقه الشمسيه، هو ممكن يكون مكلف في الاول شويه عشان احنا بنجيب الواح شمسيه، لكن على المدى الطويل انت ما ينفعش فطور كهرباء. بالعكس في بعض الدول او يعني القوانين اختلفت الفتره دي في مصر والامارات والاردن لان هم كانوا عاملين الموضوع دوت، فكون اختلفت
في مصر مثلا اخر قانون صدر ان الامارات لو انا بعمل عام طاقه شمسيه وبدي طاقه لل او بدي كهرباء للشبكه، فمن حقي ان انا لو في شهور انا عندي كهرباء زياده الشهور اللي بعد كده ما بيحاسبنيش عليها. يعني لو انا اديت للطاقه الشمسيه مثلا 100 كيلو وات، بعد كده بعد كام شهر خدت 80 كيلو وات، ما بيحاسبنيش عليها. المهم اخر السنه ما بقاش ليه حاجه، ما بيدينيش فيه فلوس. في دول بتحاسبني على الفلوس دي، يعني لو انا عديت شبكه طاقه بيحاسبني عليها بنفس التسعيره اللي بيحاسب عليها الناس الثانيه. الامارات لا، ما بتديش فلوس. يعني في دول بتدي فلوس ودول ما بتديش فلوس. لكن هو الموضوع المفروض ابسط حاجه ان ما بقاش فيه ضرايب على الالواح الشمسيه، ونبدا ان احنا نعتمد عليها، لان الصين مثلا معتمده جدا على الطاقه الشمسيه، عامله هي مكان كبير جدا للطاقه الشمسيه. في مصر بدا الموضوع، يعني اول محطه طاقه شمسيه في العالم كله كانت في مصر، تمام، وتاني قطار كان في مصر. وحاليا بدانا من كام سنه في برضه محطه كبيره جدا لتوليد الطاقه الشمسيه، لان ده بيحل مشكله الطاقه وبيحل مشكله يعني اسعار الكهرباء بدات تزيد. ف الطاقه نظيفه هي اولا طاقه نظيفه، طاقه يعني الكهرباء مثلا معتمده ان احنا بنعتمد على الغاز ومعتمد على الفحم في بعض الدول. في دول حتى في اوروبا الاسبوع ده بدات تتجه لموضوع الفحم عشان كانت بتستورد الوقود من روسيا ومش عايزه تدفع لهم بالروبل الروسي وهكذا، يعني موضوع العمله. فبداوا يتجهوا لموضوع الفحم. الفحم ده ملوث شديد للبيئه، ان انا اقعد اولع حاجه وتعمل تلوث حاجه خطيره جدا. موضوع البنزين برضو، فموضوع الطاقه الشمسيه ده هيفرق كتير جدا معانا، هيفرق كتير جدا معانا. وطاقه الرياح، احنا عندنا الرياح برضو قويه ممكن نعتمد عليها. فدي طاقة طبيعية ربنا بيهدينا كده، طاقة كل يوم، فاحنا لازم ان احنا نستغلها. يعني انا في التصاميم بتاعتي بقترح ان تتحط طاقة شمسية فوق. في بعض الملاك بيوافقوا وفي بعض الملاك ما بيوافقوش. على حسب رغبتهم ان شاء الله. في وفي استدامة يعني باذن الله ان شاء الله. في اي حد عنده اي استفسار اي سؤال للمستثمر يعطيك العافية. شكرا دكتور. الله يكرمك دكتور. جميل. الله يكرمك دكتور. شكرا لك. الله يكرمك دكتور. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. تمام باذن الله. يعطيك العافية. الله يكرمك.